لا للبوابات الإلكترونية، هتفت القدس. فجاء الرد من مدن الضفة بتظاهرات غضب اشتعلت نصرة للأقصى والقدس. الحجارة والزجاجات الفارغة سلاح الفلسطينيين في تظاهراتهم، لكن رد الاحتلال كان بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة. عشرات الإصابات برصاص الاحتلال نقلت إلى المشافي، بعضها وصف بالخطر. التظاهرات كانت امتدت من الخليل جنوباً وبيت لحم وحاجز قلنديا العسكري إلى حوارة وقلقلية وطول كرم شمالاً. هذا جزء من امتداد الجسد، بيت لحم وشريان هي شريان القدس، واليوم كل أهالي بيت لحم بإذن الله سيتواجدون هنا دعماً وإسناداً ومرابطةً من أجل أقصانا وقدسنا. رسالة احتجاجية موجهة للاحتلال، هذه الرسالة تقول بأننا لن نسمح بإغلاق الأقصى ولن نسمح بتقسيمه زمانيا ومكانيا على غرار ما حصل مع الحرم إبراهيم الشريف. الدعوات للتظاهر جاءت بعد إعلان الأوقاف الإسلامية إغلاق المساجد في المدن المختلفة وأداء الصلوات في الساحات العامة وتحديدا قرب المناطق التي تؤدي إلى القدس كرسالة تحد إلى الاحتلال. نحن فلسطينيون مدافعون عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية، لن يستهان هذا المحتل الغاشم، سوف تكون إرادتنا أقوى من كافة ممارساته، سوف يكون الأقصى عنوان وهدف نصب إليه لتحريره إن شاء الله. وكان جنود الاحتلال نشروا تعزيزات كبيرة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس وعلى الطرق الالتفافية تخوفاً من التظاهرات الفلسطينية. المسجد الأقصى خط أحمر ولا يقبل الفلسطينيون أي تجاوز له، وأي مساس به من شأنه أن يفجر غضباً أكثر من هذا الغضب. نسرين سلمي من أمام حاجز قلنديا العسكري، الميادين.